يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كلير. رانا نستناو بول لانستون، مازال ما لحقش لو ستار تاعنا هلال سوداني. رانا نستناو فيه، انا نخدمو في لي زيكزيرسيس كل ثقه نستناو فيه. لو ستريس راهو غير يزيد، كل ما يزيد يطول الوقت لو ستريس يزيد. ان شاء الله يلحق وان شاء الله نرفدو منه بزاف حفايس. قدوم العربي هلال السوداني فرصة قدمها كلير للاعبين، خبرة كروية عالية، مقدرة على إعطاء الثقة للاعبين، خاصة تحفيزهم في مشوارهم مع كلير. لا، شفت شوية من التدريبات اليوم، كاين لاعبين اللي عندهم مستوى لا بأس به، لا حاجة باينة باش يلحق المستوى اللي يقدر يسمح له باش يكون محترف، لازم يكمل يخدم ويكمل يصنة المدربين تاعو النصائح تاع المدربين. السوداني الذي سيقدم كذلك كل تجربته بعد معاينة الفريق، التجارب التي اكتسبها ولا يزال يكتسبها في ميدان الاحتراف حتما ستفيد اللاعبين في المستقبل. البصمة الخاصة للسوداني وإعطاء الأريحية للاعبين تخللتها صورة تذكارية، حديث متبادل الأطراف وتحفيزي بينه وبين أعضاء الفريق، استجابة للروح الرياضية العالية والمساهمة في رفع المعنويات للخمسة عشر لاعباً الذين جمعهم حب الكرة وشغفها. والسوداني سيقدم المزيد لمن سيصبحون نجوم الغد مع كلير الهدف. مش بونس با كاين حاجه صعيبه في كره القدم، كاين دي تكنيك اللي يخلقوا في اللاعب، وكاين لي تكنيك اللي يخدموا مع لونترينور مع كامل لي جيست تكنيك، وكاين لي جوار اللي كاين اللي ربي عاطي له ديال كاين لي دوي، مي كاين سي صوالح سي لا باس سي لي ديماركاج سي الخدمه تاع لونترينور، سي هو اللي يطور المستوى تاع اللاعب. والله كان شعور مليح كما نقولوا هنا، يعني شعور ممتاز انه يدربني لاعب محترف كما هلال السوداني. بون سا مو في بليزير كي تلاقيت بلاعب كبير كيما الهلال السوداني. الشعور تاعي كي قابلت لاعب دولي هلال السوداني كان شعور بزاف شباب، مع اللي شفنا قدامنا والله حاجه تفرح صافي بليزير. Bon, les oulad, après la séance d'entraînement, les derniers asbah, maintenant on va entamer la deuxième séance. On a préparé, à cause de nous, des séances, où on a préparé nos fous, d'un côté physique, et préparé nos fous, d'un côté dehnia. علاش راني نقول لكم هكذا الاولاد؟ باسكو غدوه ان شاء الله راح تكون عندنا مباراه ضد فريق محترف، راح نتوما تعطيكم نظره كومون اتاكون صريح محترف كومون سي ديبلاس سور لو تيران، ويا زيدي فاي يعطيكم كالكو نصائح هكذا اللي راح تفيدكم فوق الميدان، باسكو اون فيغ ان اكزارسيس نوري لكم سو لو بلان تيوريك وبعد نخدموه اون ميم طون يفا فو دوني كالكو زيكزامبل اللي راح تخليكم تستفادوا في هذه التمارين. اوكي، دونك لي ديفونسور كل واحد في بلاصتو هنايا، كل واحد في البوست تاعو.
كما شفتوا اليوم لا جورني اتي فريمون تري تري دور بور فو سورتو كانت اون بتيت اورغانيزاسيون ديفنسيف اي اوفنسيف دونك سي سور كو لي لوسون هادو اللي التمارينات اللي درناهم ولا النصائح اللي عطيناها اللي عطيناهم لكم سواء انا ولا الستاف تاعي ولا سوداني دونك سي سور راح تفيدكم راح تفيدكم في المباراه هذه وراح تفيدكم في المستقبل تاعكم دونك ولهذا الاولاد يفو روتينير سورتو لي كونساي اللي عطيناهم لكم من ناحيه الدفاعيه ولا من ناحيه الهجوميه من ناحيه الجماعيه ولا الفرديه لازم كل حاجه تكون في الاذهان تاعكم دونك ريبوزيو بيان باسكو دوما يتسنانا مباراه هامه مباراه كبيره ان شاء الله وان شاء الله ولما لا نفوزوا بها وتقعد لنا الذكرى تبقى لكم حتى انتم الذكرى لكم في المستقبل دونك نعطي الكلمه للسوداني بالك عنده حاجه يضيف كيما قلت لكم ساعه صامي في بليزير راني معكم هنايا وان شاء الله نتمنى لكم بون كوراج ان شاء الله دوما وراني معكم ان شاء الله نتبع فيكم وان شاء الله الشيخ غفاني يعطيكم النصائح اللي لازم باسكو خير وسابق شيخ ثاني سي كراسا هو اللي الواحد راه في المستوى هذا ثاني واحد ما يكذبش وان شاء الله كيما قلت لكم ربي ينجحكم ان شاء الله ورانا معكم انتهت التدريبات رفقة النجم الجزائري هلال سوداني لم يبقى على اللاعبين سوى إثبات قدراتهم على الملعب وتحرير ما تعلموه بمعية الناخب الوطني زهير جلول المباراة المرتقبة ضد نادي النصر حسين داي ils sont très chanceux فرحان انا فرحان كثير لهاد اللاعبين راح يكونوا موجودين ويستاهلوا لان تعبوا وكما يقول لك بذلوا مجهود كبير من كل جانب باش وصلوا ليميت لهذا اليوم نقدر نقول لك باللي لا جورني هذه تاع اليوم راح تبقى غرافي كومبليتوم ملي بديناها حتى كملنا الحاجه اللي قعدت لي في اللي راح تقعد لي في راسي من تدريبات اللي دوزتهم اليوم مع سطاف ولا مع سوداني نصائح اللي عطاوهم لي كانوا مفيدين بزاف بزاف وش راح يعاونوني في المستقبل تاعي غدا ان شاء الله باذن الله عندنا مباراه هامه امام النصر حسين داي ان شاء الله نكون في اليوم تاعنا نحضروا لها غايه ان شاء الله ونكونوا في حسن الظن للجميع ان شاء الله ونقدموا مباراه جميله ولما لا فوز نتحمس ورانا مجدي لله بالبيان وان شاء الله نفوز بالمقابله غدا نديروا اللي علينا ان شاء الله بربي قدم لكم هذا البرنامج برعاية كلير.